لي الحديث أكثر حول هذا الملف يحضر معي مباشرة المحامي والناشط الحقوقي الأستاذ موسى عاشور. صباح الخير أستاذ. صباح النور، صباح الخير. شكرا لك. كما أيضا سنربط الاتصال الهاتفي بالسيد عبد الحكيم بطاش رئيس بلدية الجزائر الوسطى. البداية معك سيد بطاش، صباح الخير. صباح النور رجل في الأول. يعني دائما مثل ما شاهدت يعني ملف انه شاب في مقتبل العمر يقتل بسبب يعني عدم دفعه لتكاليف حظيرة عشوائية. إشكالية الحظائر العشوائية اليوم في الجزائر يعني جاءت لعدم وجود حظائر مقننة يعني ومدروسة. بلدية الجزائر الوسطى أيضا من أكثر البلديات التي تشهد انتشار مواقف وحظائر غير قانونية، رغم أن والي العاصمة كان قد يعني قدم تعليمات بضرورة القضاء على المواقف غير الشرعية والعشوائية. في هذا الإطار بلدية الجزائر الوسطى هل يعني ربما من تحركات في المستقبل يعني القريب للقضاء على هذه الظاهرة والآفة؟ هي فيما يخص هذه الظاهرة تاع الباركينج عشوائي على مستوى الجزائر الوسطى، باش نأكد لكم كرئيس بلدية ما عندي حتى كما يقولوا باركينج عشوائي، راهي مقننة قانونية ومنظمة. باش ما يختلفوش، على في 2012 هناك تعليمه جاتنا، كنت انا ذاك كنت رئيس بلديه، جاتنا تعليمه من وزاره الداخليه والجمعيات المحليه وتهيئه الاقليم، وين داروا لنا تعليمه افيك وزادوا لنا دفتر شروط. تعليمه تقول باللي لازم ننظموا هذا الناس هذوما اللي راهم عشوائي، كاين وين ننظموهم قانونيا، وين كما يقولوا سويفون لونفيرونمون تاع الحومه ولا ليسباس اللي كاين. دونك حنا درنا احصائيات على مستوى الجزائر الوسطى، وين لقينا 75 مواطن اللي يستغل هذا لي تروطوار ولا الطرقان هذوما عشوائيا ولا غير قانونيا. فاستدعيناهم للمكتب، وين درنا اجتماعات معهم، وين استجبوا حوالي 40 مواطن اللي كان يمارس هذا المهنه غير قانونيه، وين طبقنا لهم دفتر شروط اللي نص على ملف للمعني بالامر، باش نعرفوه اون فالوكاليزي واش من الحومه ولا لافيلياسيون تاعو. والملف هذا يودع الى الدائره المعنيه بالامر اللي هي سيدي محمد، وين هناك لجنه اللي تراسها والي المنتدب لرئيس البلديه كعضو لوجيستي. هذه مؤسسه عموميه اللي تسير الحضارة على مستوى ولايه العاصمه، ورئيس الامن دائره سيدي محمد، وبعض الكوادر تاع دائرة سيدي محمد، وين درسنا هذه الملفات. وكاين بعض الناس وين بيان سور الملفات هذو كي ندرسوهم في المكتب نخرجوا ميدانيين باش نعينوا المكان، وين باش ما نقلقوش الجيران، ما نقلقوش المحلات، ويكون الشارع ولا المساحه تكون لائقه لممارسه هذا النشاط. وين مدينا حوالي 30 رخصه، وسيدي ميكرو دو بتيت ميكرو اونتربريز تاع 3-4 مواطنين ولا ربع عائله، وين مدينا لهم نديروا لهم دي باج، ونطراسيو لهم لي بال، طراسيو لهم نومبر دو فواتور ولا بلاك دو سينياليزاسيون اللي ديرها لو جي سي. دونك هذا الشيء هذا كامل اللي خلانا مدينا عندنا ملف كامل، وين مدينا عندنا الشرطه عندها القائمه تاع الناس هذو اللي يمارسوا قانونيا، ومدينا حتى للمحكمه رئيس المحكمه، وين ومن بعد مدينا لهم اسبوع وين حسنا الاخرين باللي ممنوع هذا الشيء هذا خاش مقنن قانونيا، وكاين بعض اللي خالفوا القانون وين استدعوهم. السيد بطاش، يعني معي هنا يعني الاستاذ والمحامي عبد موسى عاشور، يعني عنده مداخله فيما يتعقب عما قلته الان، يعني تفضل استاذ. شكرا، صباح الخير سيد رئيس البلديه. يعني عفوا، يعني حسب ما قمتم بطرحه نلاحظ انه المسمى الوظيفي لهذا العمل اللي يعتبر غير شرعي كما نسمعه على مستوى وسائل الاعلام، انه يعني لحد اللحظه هذه ما عرفناش ما هو اسم او ما هو عمل المهنه اللي هو ما يسمى ممارسه، هل هي ممارسه مهنه غير منظمه قانونا، او ممارسه مهنه من اختصاص السلطات العموميه،
أو تدخل في شؤون ما يسمى المدنية، وبالتالي هذا التكوين أو هذا الاتجاه والمنهج المتبع بهذا الجانب، يعني هل نستطيع نحن، هل نعتبره عنصر تشغيل شباب أو عنصر ما يسمى يعني غلق أماكن فارغة أو لا توجد أشخاص تقوم أو تشرف على هذا العمل؟ يعني هذا اللي حبينا نتمناه من يعني الزميل أو السيد رئيس البلدية توضيح لنا النقطة هذه، بخاصة بجانب القانوني لهذا العمل، لأنه احنا سمعنا منك أنك قلت لنا في 2012 كانت عندكم تعليمة كيفية استغلال يعني هذه الأماكن. أيضا يعني حتى أن مجموعة من الشباب دائما يقول لك أنه نحن نتنقلوا إلى البلدية لبحث عن حتى يعني معرفة شروط الملف، يقول لك أنه حتى أنهم لما يتنقلوا ما كاش حتى ليستقبلهم ولا يقول لهم ملف الحصول على ملف لفتح يعني حظيرة تكون مدروسة بطريقة قانونية. يعني هذا هو من بين الإشكاليات المطروحة سيد بطاش. هي حاليا شكرا، هي حاليا فيما يخص هذا النشاط هذا تاع الباركينغ، الباركينغ على مستوى العاصمه، احنا كبلديه القانون لازم نطبقوه، هي تعليمه لازم نطبقوها، وخاصه كي تجيك تعليمه مراتيو تاع الوزاره الداخليه والجمعيه المحليه وتهيئه الاقليم، وين داروا دفتر، هناك دفتر شروط، هي ان بور لوكاليزي ديجا بور لوكاليزي لونبلوي ولا لا بتيت اونتربريز اللي تخدم اللي كان تخدم عشوائيا، باش نعرفوهم ويكونوا عندهم اون اشيرونس وعندهم ويخلص 5000 تسمى 3000 يديها هو و2000 دينار دو 20 دينار تديهم البلديه كل كما يقولوا لا فان دي موا شاك لا فان دي شاك فان دي موا. ولكن درك نقول لك بعض البلديات اللي ما مش يستقبلوا ولا ما مش يطبقوا هذا الدفتر الروب، كل واحد كل بلديه انا ظن كل بلديه تحمل مسؤوليتها. احنا كبلديه جزيره الوسطى نقول لك حتى هنا في شارع العربي بن مهيدي انتقلنا من هذاك انتقلنا من ليتيكي ولينا ان باركينغ انتيليجونس ما لو باركوميتر هذا على مستوى نعم سي بطاش. يعني حتى لا نطيل النقاش فقط، يعني هناك ايضا ملاحظه فيما يتعلق بالاحياء الشعبيه اللي تشهد انتشار ظاهره انه في مجموعه من الشباب ربما يتعاطوا المهلوسات، يقوموا يعني بممارسه ضغوطات على سكان العماره وغيره، ايضا يعني يطالبوهم انهم يعني انه يقوم بركن السياره عنده. في العديد من المواطنين يشكوا انه ربما كي ينوضوا صباح يلقوا انه السيارات تاعهم تم يعني تخريبها وغيره. استاذ بطاش حقيقه هذه الظاهره راهي نجم نقول لك راهي على مستوى ولايه العاصمه، ولكن اني نقول لك كل بلديه لازم تحمل مسؤوليتها كرئيس بلديه ولا كامن حضاري ولا امن دائره المعنيه بالامر. يا ولا كاين يا ولا كاين ان كومونيكاسيون ولا كاين خرجات ميدانيه باش كيشف مش شرطي ولا رئيس البلديه يدوروا في كل نواحي البلديه وين لوكاليز هذاك لو يخدم غير قانوني ولا قانونيا. انا كما نشوف تتنظم الامور. نعم. احنا حاليا نقول لك ما عندناش تجاوزات فيما يخص هذا الباركينغ هذوما على مستوى كل شوارع البلديه، كاين بعض السلبيات كاين بعض الذهنيات وين يكونوا دي ديباسمون، حتى من هذا الناس هذوما اللي مرخصين مازالوا في عقليه تاع بكري مازالوا يوتيليزي كما يقولوا الكلام الفاشع الكلام لا فورس، دونك هذوما كيكونوا كيكونوا مواطنين يكتبون عليهم ولا تجينا معلومات حتى من الشرطه نستدعيوا هذا الانسان نديروا له انذار. نعم شكرا لك. هذا الشيء هذا الحمد لله راهي مقننه ومنظمه على مستوى بلد جزة الوسطى. نعم شكرا لك سيد عبد الحكيم بطاش رئيس بلديه الجزائر الوسطى. نعود لك استاذ موسى عاشور، نتحدث دائما من الجانب القانوني العقوبات التي تطال يعني الشخص اللي يقوم بمهنه ليس يعني اهلا لها او ليس لديه اصلا ترخيص انه يستغل مكان او فضاء عمومي لخدمه يعني مصلحته الشخصيه، وفوق هذا الشيء انه يقوم بابتزاز المواطن لدفع مال ليس من حقه. غير قانوني. نعم شكرا. يعني استاذ الفاضل يعني حقيقه اليوم يعني يجب ان نوضح بعض الامور، وخاصه لانه هذه العمليه الظاهره هذه تفاشت ليس من اليوم، ليس وليده الساعه، بل هي من يعني مده طويله يعني. وحقيقه يعني حتى في التعديلات القانونيه الاخيره يعني بالنسبه للمشرع الجزائري لم يحدد مثلا نص قانوني صريح ان مثلا يعني يكون ضمن هذه التعديلات ليعاقب مثلا وتكون هناك عقوبه مشدده بخصوص هذه الاشياء، لانه ليست اليوم فقط سمعنا يعني بعد ما رحم الله يعني السي عيسى اللي توفى، يعني هذا كان جراء هذا المواقف الغير يعني المشرعه شرع مشرع يعني قانونا، وبالتالي يعني للاسف يعني كانت هناك الكثير من الحوادث المستمره عبر يعني مده طويله في خاصه في هذا الجانب. وبالتالي يعني نحن كقانونيين يعني عندما نلاحظ انه المشرع الجزائري لم ياخذ ذلك بعين الاعتبار او لم يتوجد هناك نص صريح
يختص بهذا العمل اللي هو ليس مهني أو ما يعتبر غير قانوني، بالتالي نستطيع مثلا أنه دائما هناك في المشرع الجزائري دائما يطرق المجال لكيفية تطبيق القانون، وبالتالي يعني المادة الوحيدة التي تنطبق على هذه الحالة يجب على أن المشرع يعني قلنا يأخذها عفوا هي المادة 242 اللي هي نصت كل من تدخل بغير صفة في الوظائف العمومية المدنية أو العسكرية أو قام بعمل من أعمال هذه الوظائف يعاقب بالحبس من سنة إلى 5 سنوات وبغرامة مالية، هذه بعد التعديل 2006، أو بغرامة مالية من 100,000 إلى 500,000 دينار ما لم يكون الفعل جريمة أشد. وبالتالي يعني هذه النص القانوني عندما نسقطه على حال يعني ربما إذا حدثنا في المحاكم الجزائرية المدانون بهذه التهمة ربما يعني يتم الحكم عليهم فقط بغرامة مالية أو ربما عقوبة غير نافذة، بالتالي المحاكم الجزائرية راهي تساهم في تعاطف، المحاكم الجزائرية راهي ربما يساهم في انتشار هذه الآفة. القانون أيضا ليس تعاطف يعني عفوا يا أستاذ الفاضل، يعني القانون يطبق لأنه قانون واضح بالضبط. أنت تحدثت على أنه هناك مادة تجرم يعني هذا الفعل، هذا نص تنطبق تقريبا على هذه الحالة، لكن المشرع الجزائري عندما مثلا عندما تكون عندنا حالة مثل هذه الحالة ويتم اصطحابه مثلا إلى النيابة، والنيابة تقوم بالمثول الفوري، أحيانا هناك يعني قضايا وين كانت فيها مثول فوري وتقديمته إلى قاضي الحكم، بعد قاضي الحكم أعطاله براءة أو بحكم غير نافذ إذا كان غير مسبوق قضائيا. نعم. بالتالي يعني صراحة يعني احنا تمنينا أنه المشرع يعني ما هو العمل المشرع؟ المشرع عندما يلاحظ أنه هناك العديد من التجاوزات المتكررة في توجه أو في مهام معين، هنا المشرع يقوم بإصدار قانون لكي يعاقب هذا العنصر في إطار قانونه التام يعني، وذلك بأشد العقوبة، لأنه اليوم التكرار اللي نشوفه على أرض الواقع حقيقة ليست فقط عندما وصلنا إلى وفاة هذا الشخص، يعني للأسف أنه هناك العديد من القضايا حقيقة على مستوى العدالة سببها هذه المواقف يعني الباركينج ما يسمى بالعاميه، اعتداء على المواطنين وممارسه الابتزاز. حتى المواطن يعني استاذ الفضيل، حتى المواطن هنا شريك في هذا العمل، لانه المواطن عندما يرى هذا الباركينج يعني عليهم حراسه وكذا، واش يدير هو؟ يعني هو اولا يحب يحمي نفسه، يحمي ممتلكاته، يحمي ما هو موجود داخل السياره، وبالتالي راح يخضع لهذا الامر بطريقه رغم انه هو يساهم في اللا قانون، لا شيء قانوني. واحيانا تعرف في المجتمع المدني هناك يعني شرائح، احيانا يكون واحد مثلا في راحته النفسيه، واحيانا يكون واحد في غير راحه نفسيه، قد يكون هناك احتكاك، قد يصل ما حدث في قبل يومين او ثلاثه بالنسبه للمواطن الذي كان في بجايه. بالتالي يعني حقيقه يجب ان يكون هناك توجيه يعني حتى من طرف الاخوات البلديه. استاذ عن ثقافه التبليغ، هناك يعني ارقام خضراء خصصتها مختلف المصالح الامنيه في الجزائر، المفروض انه المواطن ايضا يبلغ على الحظائر العشوائيه، لكن يعني للاسف نشوف انه حتى المواطن ربما دون ان يعي ذلك راه يساهم في انتشار هذه الافعى على اساس انه يدفع اموال لاصحاب الحظائر العشوائيه. هي فعلا استاذ الفاضل كما تحدثت يعني هم الاثنين شريكين في هذا العمل لا قانوني، يعني كان المواطن قلت لك الهدف تاعه انه يحمي مثلا ممتلكاته خوفا من السرقه او الاعتداء وكذا، ايضا بالنسبه للذي يستغل هذه الاماكن، واحنا كما تحدثنا النص المادي صريح يعني بالنسبه التي تنطبق على هذه الحاله، وبالتالي يعني للاسف يعني يجب ان يكون هناك ما يسمى الرقابه المستمره، يعني عمل البلديه، لانه احنا عندما نرى هرم الدوله كان هناك ما يسمى اللي هو اعلى وثيقه هي الدستور، ثم رئيس الجمهوريه، ثم السلطه التشريعيه والتنفيذيه، ثم ما يسمى الولايه والبلديه، وبالتالي هذا التسلسل كان سواء كان من تصاعدي او تنازلي، فاصبحت البلديه من اساس العمل هذا، لانه اليوم باش نعطي لاي واحد ترخيص يجب ان يكون هناك كما تفضل السيد رئيس البلديه، قال لك احنا نستدعوهم ونقعدوا معاهم ونسمعوا الوضعيه تاعهم. لكن ما يهمنا في الموضوع انه نفسيه هذا الشخص، يعني السوابق العاديه تاع هذا الشخص، لانه العمل ليس عمل فقط يعني عائلي او محسوبي او كذا، بالتالي يجب اختيار الشخص الذي يكون فيه الصفات المكتمل، اذا كان هناك نقص واعتبرنا هذا العنصر هو داخل في نظام تشغيل الشباب، اذا يجب ان يكون ممنهج. عندما سمعت رئيس البلديه عندما قال هناك 50 دينار، انا احكي لك يعني سيده يعني الفاضله انه احيانا ياخذوا فوق ال100 دينار وبالقوه يقول لك 100 دينار يا اخويا اليوم 100 دينار تخلص ولا ما كاش؟ يعني يهضر معك باستغلال نفوذ، يعني هذه النفوذ لان لحد الان ما عرفتش من هو صاحب هذا الغطاء. وبالتالي عندما يقول مثلا 50 دينار واحنا ناخذ 20 دينار، هذا اخذ كلمه 20 دينار هذه يجب ان يكون لها نظام قانوني،
هل يعني عمرنا ما شفنا واحد يعني اعطيت له 50 دينار ويعطيك تيكي ولا يعطيك حاجه يعني مقابل هذا، على اساس انه يكون هناك القيمه المضافه او قيمه الدخل كذا بالنسبه لتحصيل هذه الرسوم بالنسبه للبلديه. وبالتالي لاحظوا هنا الكلام، يجب ان يكون هناك رقابه، ليس فقط ان نتحدث لاشباع رغبات الاخرين، لانه يجب على كل شخص مسؤول ان يقوم بعمل رقابه المستمره باستعانه بالاختصاص ده الاقليم يعني. وبالتالي ربما حتى انه اذا تحدثنا على ذهنيه المواطن الجزائري يقول لك انا في كل جهه نقوم بركن السياره ادفع ثمن الباركينج. بالضبط. يعني كنا تمنينا يكون نظام اخر عملي الكتروني، مثلا كما تفضل رئيس بلدية موجود في احد الاماكن، هناك نظام مثلا في الشارع العربي بالمهيدي، لاحظوا باللي هناك كاين اجهزه، لكن للاسف انه حتى الاجهزه هذه ما كاش فرصه لها، قد ما يكون هناك ناس تستغل ايضا داخل هذا. يعني انا حبيت نسال، هل الاشخاص هذه الموجودين امام الجهاز يعني مكلفين بتسهيل المهام ولا ايضا اخذ مبلغ اخر؟ لانه انا شفت بعض المواقف وين كانوا حتى هذه الاشخاص، يعني هناك جهاز تدفع المبلغ هذا بالنسبه للوقوف الاوتوماتيكي، ومن بعد هو يزيد يطلب منك مبلغ اخر، وكانه يعني ما فهمتش انا، هذا يعني اصبح ملكيه خاصه يعني. وبالتالي يجب الرقابه من اساس لعدم الوصول يعني الى هذا. اليوم اصبحنا امام حتميه تقنين نشاط الحظائر. بالضبط. نعم. بالضبط، يعني حتى التقنين، لكن كيفيه المنهجيه المتبعه والصياغه، كيفيه صياغه هذا العمل وكيفيه رقابته المستمره. لانه اذا كان توفقت انه قلت كما طرحتم ان يكون هناك عمل بالنسبه لتشغيل الشباب ببطاله ولا كذا وليكن، لكن يجب ان يكون هناك عمل ممنهج. يعني تصدر مثلا البلديه ما يسمى كبناء لي بون هادو تاع اللي يسلموهم بدل هذا المبلغ المستلم، لكي يكون هناك نظام ويكون حتى المواطن يلتزم في هذا العمل، ويكون هناك تسعيره متفق عليها وليس تسعيره مدى ارتجاليه احيانا. وبالتالي نسمع احيانا حتى الوقوف صباحا مبلغ ومساء مبلغ، وكانه يعني هناك يعني تعريفه جمركيه خلينا نقول هكذا يعني، او ضرائبيه تختلف من ساعه الى ساعه. هذا بالتالي يجب ان يكون هناك عمل ممنهج. يعني للاسف يعني احنا يجب نريد ايضا استاذ ان نكون صريحين في الطرح، يعني يجب ان الرقابه المستمره هي اساس العمل، هذا العمل الذي ليس له شرعيه بالنسبه يعني للمال العام. نعم، نشوف ايضا ان المواطن امام حتميه دفع ثمن الحظائر العشوائيه، يخاف انه خاصه احنا نتحدث على فئه النساء ربما لتفادي المشاكل، دائما المواطن هو أيضا من بين المسؤولين عن انتشار هذه الآفة، وهو اليوم مطالب بالتبليغ، هناك أرقام خضراء مطالب أنه يبلغ على الحظائر العشوائية. يعني عفوا السيد الفاضل، يعني حتى الدولة لن تقصر في هذا الجانب. يعني عفوا يعني لازم نكون يعني صرحاء مع نفسنا، يعني اليوم كان مجتمع يعني واسع، مجتمع مدني واسع، تواجد واسع، يعني بالتالي يعني حتى المواطن، يعني للأسف اليوم حتى لاحظوا أن نتحمل المسؤولية، يعني إذا كان 70% للمواطن الذي هو أحيانا يعني يتنحى عن المسؤوليه الذاتيه بالنسبه لهذا الجانب. يعني كان بامكانه كما تفضلتم، احنا نشوف في كل مكان هناك يعني ما يسمى لوائح فيها ارقام خضراء وارقام كذا للاتصال السريع وكذا، وبالتالي احنا نشوف المواطن ما يكلفش نفسه ان يتصل على اساس ردع هذا الشخص الغير قانوني وليس القانوني. يعني عندما نلاحظ التحدث على شخص قانوني، يجب ان يكون هناك شاره، يكون هناك زي موحد، يكون هناك بطاقة، يكون هناك كذا، هذا الشخص يعني يستطيع المواطن أن يتعامل معه بإطار قانوني. لكن عندما نلاحظ شيء غير قانوني يجب التبليغ، لأن المواطن شريك في هذا الوطن، وليس الوطن يعني فقط للعيون الساهرة. نشكرهم العيون الساهرة على كل ما يقومون بمجهودات، وشفنا في المدة الأخيرة عن النشاط الحقيقي المستمر. يعني لازم واحد يعني لا يغطي الشمس بالغربال. يعني اليوم حتى قوات الامن، يعني سواء الشرطه او الدرك او الامن، يعني دائما في الميدان والصداره، يعني حقيقه هذا ليس جانب للتشهير، هذا الواقع. لكن لا يكفي ان المواطن يكون شريك اضافي وفعال في هذه المعلومه، لكي يكون هناك السلم والامن داخل هذا المجتمع المدني. لانه اليوم احنا ولينا تعودنا، كنا في المجتمع السابق انه العادات والتقاليد والنيف وكذا، يعني هذا لازم لا عمره ما نستغنوا عنه، يعني نستغنوش عنه، لانه اليوم هذا اصبح عنصر اساسي في تكوين المجتمع نظيف و يعني قائم على تربيه واخلاق وكذا. نعم. حميده. نعم. وبالتالي يجب ان اقول بصراحه انه المواطن وللاسف انه يجب ان ياخذ يعني فعاليته في هذا المجتمع، وان يكون حريص على هذا المجتمع لعدم وصول الى حاله مثل ما توصلنا لها في نعم. السابق. يعني حتى التدخل اليوم ولينا نلاحظه، المواطن ولا ما يتدخلش في الوقت المناسب،
ولا يتفرج إلى حين أن تقع الكارثة، ثم يتحصر على ما حدث، وهذا ليس من صفات المجتمع المدني الجزائري حقيقة الذي نتغنى بها من يعني من نوفمبر إلى يومنا هذا. يجب أن يكون هناك دائما الحماية المستمرة من أطراف المجتمع المدني وصولا إلى السلطة بشقيها التنفيذية والتشريعية. نعم، شكرا لك الأستاذ موسى عاشور المحامي والناشط الحقوقي على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا لك.